كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. أنا سعيد كوني أنني كنتشرف بالدعوة لهذا المهرجان الجميل اللي حقيقة أول مرة كنسد عليه، وهذا شرف لي، هذه إضافة نوعية بالنسبة لي أنني نشوف واحد الجانب آخر من السينما والناس اللي هما مشاركين، وأنا كنشوف واحد صورة جميلة كون أن الأغلبية ديال الحضور هم شباب طموح كيسعى بحال الفنانين كلهم بصفة عامة النهوض بهذا القطاع السينمائي. نتمنوا إن شاء الله لهذا المهرجان دورات ونحضروا فيها إن شاء الله. المهرجان بدأ جنينيا وتطور الآن في نسخته الجديدة. بالموازاة مع ذلك هناك أنشطة لابد من الإشادة بها من قبيل هذا المعرض الذي يوثق للذاكرة الجمعية من خلال إصدارات الصحف الورقية على مستوى مدينة طنجة وعلى مستوى الوطني. مهرجان مهم ومحطة أساسية في المواعيد السينمائية اللي كتكون في المغرب. مهرجان نوعي، يعني كتشوف أفلام اللي صعيب باش تلقاهم، وبالخصوص أنني نتخصص في السينما الوثائقية، فأنا كنهيئ دكتوراه في السينما الوثائقية، فهذه فرصة باش نشوفوا جديد هذه الأفلام ونتلاقاو بالحباب ونتلاقاو بصناع الفيلم الوثائقي. أعتقد أن الدورة الخمسة ستكون إن شاء الله متميزة باعتبار أن الدورة جميعها حضرتم الدورة الأولى في أصيلة، وأعتبر أن هذا المهرجان من المهرجانات الأساسية الكبرى، وربما قد يتميز حتى على المهرجانات الوطنية التي تنظمها بعض المؤسسات الرسمية. لذلك أعتقد أن هذه التجربة من التجارب الناجحة والتي يمكن لها أن تستمر طويلا. شكرا، هذه فرصة مهمة جدا باش المدينة تحتضن هذا المهرجان الدورة ديالو الخامسة، واللي كل سنة كيعرف تقدم وكيعرف إقبال جماهيري وكيعرف منافسة في مستوى عالي، وحنا فخورين كون أن أبناء مدينة طنجة ولاو في هذا المستوى ديال التنظيم ومستوى ديال الإخراج ديال مثل هذه المهرجانات. هذا نجاح كبير للمدينة ديالنا جميعا. شكرا لك. والرسالة ديالو واضحة بأن يمكن تعيش مختلف الثقافات، وغادي تعيش تحميد الله اسمها الفن وعلى رأسها السينما. في النهاية لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك، وقوموا بتفعيل أيقونة الجرس أيضا كي يصلكم تنبيه بكل جديد على قناتنا. شكرا على متابعتكم.